عاجل تفاصيل تجميد سد النهضة بعد تقسيم إثيوبيا من الداخل والتعاون المصري الروسي لمكافحة الإرهاب. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبعد دعم الجزائر لإثيوبيا في قضية سد النهضة، مصر تتلقى اتصالا من الجزائر. وبيان عاجل جديد من تركيا عن تطبيع العلاقات مع مصر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وضربة مصرية كبرى ضد شركة إيفرغرين، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وخبر صادم من شركة مصرية عن عدد السجائر التي تم بيعها في مصر خلال 9 أشهر. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل تفاصيل تجميد سد النهضة بعد تقسيم إثيوبيا من الداخل. رغم أن إثيوبيا كانت تحاول التسويق لنفسها عالميا باعتبارها دولة إفريقية تطمح للتنمية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين الإثيوبيين، فإن الأزمات الداخلية المتتالية التي تواجهها والتي ترتبط في مجملها بمشكلات إدارة التنوع العرقي قد أسفرت عن تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن، حيث تضررت العديد من القوميات نتيجة فشل النظام الحاكم في تحقيق المساواة والعدالة، ومنع تعرض القوميات المكونة للدولة الإثيوبية للتهميش والإقصاء، وهو ما نال بالتأكيد من هذه الصورة. كما أن بعض هذه القوميات تلجأ إلى حمل السلاح في مواجهة الحكومة الفيدرالية، الحكومة الإثيوبية يعني الحكومة الإثيوبية، خاصة في ظل اتجاه النظام الحاكم إلى استخدام كل قدراته ضد كافة المنتمين إلى قومية معينة داخل الدولة الإثيوبية وخارجها. بمعنى مثال يعني جبهة تحرير تجراي، الحكومة الإثيوبية حاليا بتحارب هذه الجبهة، وقرر مجلس الوزراء الإثيوبي تصنيف جبهة تحرير تجراي كمنظمة إرهابية. ونسب بيان مجلس الوزراء إلى جبهة تحرير تجراي الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة في إثيوبيا وفقد العديد من الأرواح وتدمير ممتلكات المواطنين وتهجيرهم. يذكر أن الحكومة الإثيوبية بقيادة أبي أحمد اعترفت بالسماح للقوات الإريترية بشن هجمات على شعب تجراي بالتعاون مع قوات الحكومة الإثيوبية تخللتها أعمال عنف واغتصاب بحق نساء تجراي. تعالوا أقول لحضراتكم الأزمات الداخلية في المشهد الإثيوبي بين صراعات مسلحة وقتل وتهجير، وهو مشهد بات متكررا في الأخبار الإثيوبية خلال الشهور الماضية، ما بين الحرب في تجري ومظاهرات ضد حكومة أبي أحمد قوبلت بالعنف والعنف المسلح في أمهرة، وأخيرا سيطرت مسلحين على مناطق في ولاية بني شنقول التي تضم سد النهضة الإثيوبي. كلها أحداث توحي بتأزم المشهد الداخلي في إثيوبيا مع اقتراب موعد الانتخابات الإثيوبية المقرر عقدها في يونيو القادم، وهي التحديات التي تحيل بين إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها وتهدد برحيل أبي أحمد من السلطة، بل وتصل في أحد السيناريوهات إلى تفكك إثيوبيا داخليا إلى أقاليم. الحرب الأهلية اللي موجودة في إثيوبيا وعلاقتها بسد النهضة في ظل تعقيدات المشهد العرقي في إثيوبيا، يحمل استخدام الحكومة الاتحادية للقوة في مواجهة قادة إحدى القوميات الرئيسية في البلاد مخاطر واسعة جدا، خاصة مع امتلاك إقليم هذه القومية لقدرات عسكرية وميليشيات مسلحة تصل وفق بعض التقديرات إلى 250 ألف فرد مسلح. وكذلك تأكيد قادة إقليم تجراي أنهم سيدافعون عن إقليمهم، والذي تزامن مع إشارة برهانو جولا نائب قائد الجيش الإثيوبي في ذلك الوقت، والآن يعني قائد جبهة تحرير تجراي، قال في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا إن تجراي دخلت في حرب لم تكن تتوقعها، هذه الحرب مخزية ولا معنى لها. كما يمكن أن تتحول المعارك في إقليم التجراي إلى ما يشبه حرب العصابات، مما يقوض النسيج الوطني الإثيوبي ويلقي بتأثيراته على منطقة القرن الإفريقي بأكملها
ويشمل ذلك إريتريا المتحالفة مع إثيوبيا ضد التيجراي والتي تعرضت للقصف من قبل القوات. سيناريوهات تقسيم إثيوبيا أعطى الدستور الفيدرالي الإثيوبي لعام 94 في مادته 39 و47 الحق لكل أمة أو شعب أو جنسية أن تنفصل عن الدولة الإثيوبية الموحدة وتكون دولتها المستقلة وفق مجموعة من الشروط، أهمها موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة أو الجنسية أو الشعب المعني، ويتم تقديم الطلب كتابيا إلى مجلس الدولة. عندما يعني يستلم المجلس طلب من مجلس الأمة بتفكك هذا الإقليم، فإذا نحن نرى في إثيوبيا يعني مشروع تقسيم هذه الدولة، وهذا يخدم مصالح سد النهضة. طبعا إثيوبيا لما تتقسم غير لما تكون دولة يعني موحدة بأقاليمها كلها، لما تكون متقسمة هيبقى من السهل حل موضوع سد النهضة. والحروب اللي بتقوم بيها الحكومة الإثيوبية ضد جبهة تحرير تجراي أو ضد إقليم أمهرة، يعني في إدانة دولية كبيرة جدا ضد أبي أحمد، وهذا الأمر طبعا يعني مش بيخدم مصالحه بخصوص سد النهضة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معنا. وبعد دعم الجزائر لإثيوبيا في قضية سد النهضة، مصر تتلقى اتصالا من الجزائر. أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية صبري بقدوم اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري حول العلاقات التعاون بين البلدين، حيث أكد حرصهما على تعزيزها. وقال وزير الخارجية الجزائري في تغريدة له على حسابه عبر موقع تويتر: مع أخي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة سجلنا ارتياحنا لمستوى علاقات التعاون القائمة بين بلدينا والتي اتسمت دوما بالتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدين حرصنا على تعزيزها والدفع بها إلى أعلى المراتب بما يجسد الإرادة السامية المشتركة ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين. المصدر معنا كان من أرتي. طبعا كان في أخبار تم نشرها عن دعم الجزائر الواضح لسد النهضة ولإثيوبيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر. والتعاون المصري الروسي لمكافحة الإرهاب ننشر الآن لحضراتكم بالتفاصيل ما حدث. وذكر سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر أنه من المخطط لعقد جلسة لفريق العمل الروسي المصري المعني بشؤون مكافحة الإرهاب خلال شهر مايو الحالي. وقال نصر في تصريح صحفي تم في اكتوبر 2018 التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، ويشمل احد بنود الاتفاق تشكيل فريق عمل روسي مصري مشترك معني بشؤون مكافحة الارهاب، وتم عقد اجتماعه الاول عام 2019 في موسكو. والان نأمل في اجراء الجلسة الثانية لفريق العمل في وقت لاحق من هذا الشهر. وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي في إبريل الماضي أنه من المخطط لعقد جلسة مباشرة لفريق العمل بالقاهرة في أقرب وقت، وشدد على أن العمل المشترك في إطار هذه الآلية سيساهم في تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في اتجاه مكافحة الإرهاب. ووقعت روسيا ومصر اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في مدينة سويتشي خلال زيارة الرئيس السيسي ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 10 يناير 2021. ضربة مصرية كبرى ضد شركة إيفور جيفن. ننشر لكم الآن التفاصيل. أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في مصر قرارا يقضي برفض الطعن المقدم من الشركة المالكة لسفينة إيفور جيفن التي جنحت في قناة السويس، كما رفضت الطلب بإلغاء قرار التحفظ عليها. وبدأت أمس الثلاثاء أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البرمية إيفور جيفن التي جنحت في قناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس. ومن جانبها استمعت المحكمة لمحامي الشركة في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة. يأتي ذلك بعد أن قدمت هيئة قناة السويس طلبا بالتحفظ عليها ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية ومنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف
قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ما عليها من مديونيات، في حين أن هذا الطلب وهذه الإجراءات جاءت بعد مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات وعدم استجاباتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام. المصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان عاجل جديد من تركيا عن تطبيع العلاقات مع مصر. وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن مشاورات سياسية ستعقد مع الجانب المصري في القاهرة من 5 إلى 6 مايو، تهدف لإيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا. الوزارة قالت في بيان ليها حول المشاورات السياسية بين تركيا ومصر إن المشاورات ستعقد برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في مصر. وأضافت أن المناقشات ستركز على الخطوات الضرورية لإيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. الكلام ده يعني إن من بداية النهاردة هيبدأ في تحرك على أرض الواقع ما بين الجانبين لتطبيع العلاقات المصرية التركية من تاني، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر أخير معانا، وخبر صادم من شركة مصرية عن عدد السجائر التي تم بيعها في مصر خلال 9 أشهر. كشفت الشركة الشرقية للدخان نتائج مبيعاتها للأشهر 9 الأخيرة المنتهية في 31 مارس الماضي، ووضحت أنها سجلت مبيعات لنحو 50.8 مليار سيجارة خلال تلك الأشهر. الشركة أشارت وقالت إلى أنها حققت إيرادات شاملة ضرائب القيمة المضافة بلغت 48.5 مليار جنيه مصري عن فترة 9 أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام السابق. وهذا وأوضحت الشرقية للدخان أنها سجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجارة مقارنة ب 47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة. وفي بيانها للبورصة المصرية قالت الشركة إنها سجلت صافي إيرادات عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة ب 11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. المصدر معانا كان من اليوم السابع، يعني نتمنى ان شاء الله من الناس اللي بتشرب سجاير انها تبطل سجاير، ولكن هذا كان بيان الشركة. يعني 50 مليار سيجارة في 9 أشهر، هذا رقم يعني كارثي وكبير جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. وجينا لنهاية نشرة الاخبار، كان معكم اسلام من قناتكم وصفحتكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس الاسم مصر ميديا اي بي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.